طيب احنا معانا على التليفون الرياضه كمان ومشاهير الرياضه ويمكن على راسهم الكابتن احمد حسن كابتن مصر وكابتن منتخب مصر السابق معانا على التليفون. اهلا بحضرتك معانا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ. مساء الفل يا كابتن. انت مش كابتن مصر بس، انت نجم اعلام كبير ومحلل رياضي كبير وليك دور طول الوقت، كما كنت قيادة لمنتخب مصر وحققت لنا بطولات كتير، منتظرين منك دايما أدوار بتقوم بيها وأنا عارف أنت بتعمل إيه، فتقول لنا رأيك فيما يحدث وكيف ندعم وتدعم معنا مستشفى 57. والله طبعا يمكن سعيد ان انتوا يبقى في مبادرات دايما، لان في وقت الازمات هو بيبان معدن الشعب المصري الاصيل طبعا يعني. وانا اعتقد يمكن 54 من الاماكن اللي فعلا فعلا يعني اماكن مهمه جدا واللي بتعالج اطفالنا وتخش على اي حد، ويمكن الحمد لله الحمد لله كان احنا من اول ناس كنا متواجدين دايما مع مستشفى 57 من اول يوم، يعني من اول يوم كنا داعمين لان كنا حاسين قد ايه بقيمه المكان ده واهميته بالنسبه لكل مرضى، ربنا يعافينا جميعا يعني مرضى السرطان. فكانت مسؤوليه علينا طبعا ان احنا نكون داعمين وان احنا نكون واقفين دايما جنب المكان ده وكده. واعتقد ان في الازمه الصعبه اللي بتعيشها الصحيح طبعا اللي هو 57 ده 57، ان دورنا ان احنا في الوقت ده ان احنا ندعم وان احنا نساند واعتقد ان انت عارف يا استاذ خالد ان معدن المصريين دايما بيظهر في المواقف الصعبه دي. يعني انا شايف الناس كلها بتحاول تساعد والناس كلها رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها، ولكن اعتقد ان شاء الله باذن الله نعدي منها جميعا. هل بتعمل اي تحرك يا كابتن بما انك كابتن المنتخب وعميد لاعبي العالم وحاجات كتير كده، هل بتقوم بأي دور مع الأصدقاء والزملاء؟ هل ننتظر مبادرة كده للذهاب إلى المستشفى لمجموعة من نجومنا والأسماء الكبيرة؟ والله بص عايز أقول لك على حاجة، إحنا الحمد لله إحنا الدور المجتمعي ده الحمد لله إحنا ما بنتأخرش عنه بأي طريقة. وأنا يمكن في وقت لما كنت موجود أو كنت بلعب كانت الأمور بتبقى يمكن أفضل من كده بالنسبة لنا، إن إحنا بنحاول ان احنا يكون لنا دور، بنحاول ان احنا عارفين المسؤوليه المجتمعيه اللي اتجاهنا. فانما طبعا من خلالك لازم يبقى فيه دور للرياضيين بشكل كبير، ويكون دور كمان ملموس مش مجرد ان احنا نوعي الناس وبس. لا لازم انا اتمنى ان اتحاد الكوره ياخد خطوه، رابطه الانديه تبدا تاخد خطوه، الانديه نفسها كلها تبدا على الاقل ممكن يحصل نوع من انواع استقطاع جزء ولو يعني. احنا بس عشان مساله الازمه دي، وانا عارف ان في ناس كتير كلنا كل واحد فيه ليه حاجات في الخطه، واحنا ما بنطالبش الفقراء واللي ما عندوش مقدره ما بنقربلوش، لكن صحيح. كل واحد عنده مقدره لا يجب ان يتخلى الان. احنا هنعتبر كلام حضرتك ده دعوه طبعا بدءا من اتحاد الكوره لكل النوادي المصريه، حتى فكره اقتطاع جزء ولو بسيط. الاستاذ احمد دياب في رابطه الانديه يستطيع ان يخاطب الانديه كلها، الانديه عندها اشتراكات تستطيع انها تقول هاخد 5% بس نطلعهم للمستشفى. والله بص هقول لك على حاجه، هو ده يعني خلينا حتى يعني بدون التحديد، لان صحيح نسيبها لكل نادي اداره بالزبط. نادي يعني تشوف المناسب يعني بالظبط، يعني كل اداره نادي النهارده باللعيبه باجهزه فنيه بالكلام ده كله، كل واحد المستطاع واللي يقدر ان هو يساهم. خلي بالك كمان لان بتبقى في جزئيه مهمه، ان لما بيحصل ده ولما بيتعلن للناس بيحصل نوع من انواع التشجيع كبير جدا جدا، لان فعلا فعلا هم مؤثرين في الناس. فالنهارده لما انا الاقي نادي الاهلي كنادي كبير جدا، نادي الزمالك كنادي كبير، الانديه الجماهيريه لما واللعيبه نفسها كمان لما بتعمل حاجه بالشكل ده بيبقى مردود الفعل بتاعها كبير جدا جدا عند الناس، عند كمان الجماهير بتشجع الناس بشكل كبير. صحيح. فدايما انا بقول ان الناس او الانديه او اللعيبه او المؤسسات اللي هي الناس بتحبها وبتثق فيها بيبقى رد فعلها سريع جدا. فاتمنى ان شاء الله، واحنا كمان لازم يكون لنا دور واللعيبه الحاليين واللعيبه السابقين وكل الناس ان احنا لازم يكون لنا دور. بس انا بتكلم على ان بتكلم لازم الموضوع يحصل في
بشكل هيئات ومؤسسات، منظم اكتر علشان حتى على الاقل يبقى في يعني احكام في طريقه التعامل ليه، ويكون اسهل واسرع للناس بدل ما كل واحد يسال لوحده كل جهه ومؤسسه. كابتن احمد حضرتك وجهتنا ووجهت كمان معانا النداء لكل الجهات المعنيه في كل المؤسسات الرياضيه والنوادي، يا ريت يكون لهم دور، ده وقتهم، لان احنا عارفين ان هم دايما سباقين في الخير. وبنشكرك جدا جدا